المسائية ميديا وقفة سريعة مع الأخبار مع هذا الخبر العاجل. إذا هزت ثلاث انفجارات قوية مدينة القدس بعد أن سمعت أصوات صافرات إنذار في أنحاء المدينة مساء اليوم بحسب عدد من مراسلي وكالات الأنباء. لحظة نتابع مع فقرتكم غرائب الأحداث نسهلها من الولايات المتحدة وحمى السيلفي. إنها قصة شاب أراد أن يلتقط صورة سيلفي في الشارع وإهام المارة في الآن ذاتها أنه يلتقط صورا لهم دون إذنهم ليختبر ردة فعلهم. أؤكد لكم أن بعضها لم يكن متوقعا البتة. الشاب تنقل في شارع مزدحم مصوبا آلة تصويره تجاه المارة، منهم من كان لطيفا فابتسم للكاميرا، لكن البعض وبطريقة مفاجئة يتحول إلى ثور هائج ويهاجم الشاب. الفتى تعرض للضرب المبرح أكثر من مرة قبل أن يتمكن من أن ينطق الحقيقة ويخبر مهاجمه إن الأمر مجرد مزحة وأنه يلتقط صورة سيلفي. المهم إنه درس لكل من يحب السيلفي ولا ينتبه إن كان بجانبه أحد، فحذاري قد تتعرض.